ولأننا لن ننسى ولا ننسى وهنفضل عايشين وهنفضل جواها ودايما اقول الجمله دي انه احنا لا نتعاطف مع القضيه احنا جوا القضيه الفلسطينيه دائما عايشين جواها ومش هكرر كلام اللي هو موجود جوه القلوب كلنا متأثرين كلنا زعلانين كلنا غضبانين كلنا بنتمنى بنتمنى وبنصلي وبندعي إن ربنا يشيل عننا الغمة دي ينتقم لنا إنه ينتقم لنا إن شاء الله يعني بإذن الله ونشوف نصره قريب بإذن الله في أقرب وقت ممكن بس اللطيف الجميل نص حالة عالمية غربية ظالمة ظالمة في ناس في الغرب شايفين الصوره صح. ده حصل في ملاعب كره القدم. فالنهارده جايب لك ايه اللي حصل في ملاعب كره القدم في العالم. أول صوره كانت للجماهير الإسبانيه بترفع الأعلام الفلسطينيه في ملعب رامون سانشيز الأسبوع الماضي في مباراة إشبيلية وريال مدريد في إسبانيا في أوروبا في مباراة كبيرة مباراة إشبيلية وريال مدريد الجماهير ترفع علم فلسطين. هات اللي بعده جماهير المنتخب الايرلندي ايضا رفعت في ملعب افيفا الاعلام الاعلام الفلسطينيه ورددوا هتافات تضامنيه مع غزه خلال مباراه اليونان ضمن التصفيات المؤهله لبطوله يورو 2024 صوره ايضا عظيمه دي مباراه ليفربول وايفرتون بالجوله التاسعه من الدوري الانجليزي ورفعت جماهير ريدز على ملعب انفيلد اعلام فلسطين تضامنا مع القضيه وما يحدث في غزه انجلترا ايرلندا وأسبانيا كله تعال بقى هنا على تركيا رفعت جميل جاد راي التركي لافتات تضامنيه مع القضيه الفلسطينيه خلال مباراه بايرن ميونخ في دوري ابطال اوروبا واللي قيمت بملعب علي السامي وكتبت عليها لو لم تتحرر القدس فالعالم كله اسير لقد فقد العالم ضميره في القدس. ودي في دوره الالعاب الاسيويه في مدينه هانغوزو الصينيه ظهرت كلمه فلسطين على ظهر لاعبين عرب مشاركين في البطوله. على فكره دول بقى اللي عملوا احلى 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 صوره تضامن فريق او جماهير اوروبيه مع فلسطين، الفيديوهات كمان عظيمه جدا، شجعوا فريق سلتك الاسكتلندي رفعوا الاعلام الفلسطينيه خلال مباراه هارت اوف في المباراه اللي جرت في الدوري الاسكتلندي عملوا حاله عظيمه وهتافات وكل الجماهير وكل المدرجات مش مجموعه بقى مش مجموعه واقفه هي اللي بترفع الكل كان واقف بينده بفلسطين ورافعين علم فلسطين عملوا مشهد خرافي رائع يعني بالمناسبه طبعا هنا بقى من مصر جماهير الزمالك لبست قمصان سوداء خلال مباراه امب الاخيره بالدوري وذلك حزن وحداد على روح شهداء فلسطين والهتاف طوال المباراه بالمناسبه يعني انا كتبت حتى على اكس امبارح انه جماهير الزمالك عملت ملحمه في التعاطف مع القضايا الفلسطينيه وما يحدث في غزه ملحمه 90 دقيقه هتافات لما يحدث في غزه وفلسطين بشكل خرافي ورائع والصوت كان حلو والصوت في حب وتعاطف وتضامن وكل حاجه عظيمه، جميع الزمالك بالمناسبه تستحق كل 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 التحيه، مش بس جميع الزمالك، انا بقول جماهير الزمالك وجماهير النادي الاهلي وجماهير الاتحاد وجماهير المصري وجماهير الاسماعيلي والشعب المصري كله، هم دول دول النسخه او يعني الجزء من الشعب المصري اللي موجود في مباراه كره قدم، بس دي الحاله الطبيعيه والمنطقيه اللي موجوده عند كل الشعب المصري، اخواتنا واهالينا يا رب يا رب يا رب يشيل الغمة في أسرع وقت ممكن وينتقم لنا دي كمان صورة على ملعب بنيامين مكابي في العاصمة التنزانية الدار السلام رفعت جماهير النادي الأهلي لافتات دعم وعلام فلسطين خلال مواجهة الأهلي وسمبا في بطولة الدوري الأفريقي دي كل الصور سواء في أوروبا أو أيضا في مصر إن شاء الله بإذن الله بإذن الله فرجوا قريب إن شاء الله النصر قريب